بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، أنه يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فالكلام صفة ذاتية، صفة فعلية، كلام صفة فعلية فعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة. الله سبحانه وتعالى عاب آلهة المشركين أنها لا تتكلم ولا تنطق، فالذي لا يتكلم لا يكون ربا ولا إلها، لأنه لا يأمر ولا ينهى ولا يدبر إلا بالكلام. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام تحدى عباد تماثيل، تحداهم فقال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تحداهم بذلك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إذن كيف تعبدونهم وهم لا ينطقون؟ فأقام الحجة عليهم، قام الحجة عليهم. وكذلك لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صاغه لهم السامري من الذهب، صاغه من الذهب لأنهم خرجوا من مصر ومعهم حلي استعاروه من القبط، فلما هلك فرعون والقبط الذين معه ضاقت حيلتهم بهذا الذهب. إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، ماذا يصنعون بها؟ جاءهم السامري قبحه الله فأخذها وصاغها على صورة عجل، جعله مجوف تدخل الهواء من جانبه وتخرج من الجانب الآخر، فيكون لها صوت، له خوار، له
خوار يعني من الهوى الذي يدخل فيه. قالوا هذا إلهكم وإله موسى، نسأل الله العافية. فعبدوه في غياب موسى عليه السلام لموعد ربه، لأن موسى ذهب لموعد الله له أن يعطيه التوراة، ذهب استخلف هارون عليه السلام، وهارون أنكر عليهم لكنهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولهذا قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ذهابه، من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الله جل وعلا استدل أو بين سبحانه أن هذا لا يصلح للآلهة، لأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي الآية الأخرى في سورة طه: لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لا يرجع إليهم قولا، إذا كلموه ما يجيبهم، هذا باطل. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. هذا برهان واضح، ومع هذا عميت بصائرهم والعياذ بالله، أضلهم السامري، عميت بصائرهم. وفي النهاية جاء موسى عليه السلام غضبان وألقى الألواح، ألواح التوراة، فتكسرت من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه من الغضب، ثم اعتذر أخوه إليه: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين. فهذا العجل ما يتكلم ولا يجيب من سأله ولا ينفع ولا يضر، كيف يتخذ؟ فأخذه موسى: انظر إلى إلهك، يقول للسامري: انظر إلى إلهك، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أتلفه: إنما إلهكم الله، الله جل وعلا. فهذا برهان واضح على أن الأصنام كلها والجمادات أنها لا تعبد، لأنها لا تتكلم ولا تدبر ولا تأمر ولا تنهى. فهذا دليل على وصف الله جل وعلا بأنه هو الإله الحق، لأن له صفات الكمال، ومنها الكلام، أنه يتكلم جل وعلا ويأمر وينهى بكلام يسمع، تكلم بكلام يسمع، ويكلم من شاء كما كلم آدم وكلم موسى عليه السلام، وسمي موسى كليم الله، كلم الله موسى تكليما، كلام يسمع. والجهمية نفت وصف الله بالكلام كسائر الصفات، نفوها، يقولوا لأن هذه الصفات في المخلوقين ومنها الكلام، فالمخلوق يتكلم، فإذا أثبتنا أن الله يتكلم شبهنا الله بالمخلوقين، لزعمهم هذا من باب التنزيه.
ولم يعلموا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. ومنها الكلام، فصفات الخالق تليق به سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا تشابه بينها، لا تشابه بينها. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء. فلا تشابه نفى عن نفسه التشبيه وأثبت له الصفات، دل على أن إثبات الصفات لا يسمى تشبيها، لأنه يليق بالله ولا يشبه صفات المخلوقين. فالجهمية والمعتزلة نفوا كلام الله، والأشاعرة جمعوا بين هذا وهذا، بين كلام الجهمية وكلام المعتزلة، فأثبتوا لله أن الكلام صفة قائمة بذاته قديمة، يعبر عنها جبريل أو يعبر عنها محمد، وهذا القرآن وهذه التوراة هذه عبارة أو حكاية عن كلام الله، ويسمونها الكلام النفسي. وأما الكلام الذي نقرأه في المصاحف هذا ليس هو كلام الله، هذا تعبير عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الأشاعرة، فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء، لا هم مع أهل السنة وأثبتوا الكلام لله حقيقة، ولا هم مع الجهمية والمعتزلة فنفوا الكلام عن الله، فصاروا بين هذا باطل. ولهذا لما تبنى المأمون العباسي هذا المذهب الخبيث بسبب أن جلساءه ومستشاريه كانوا من المعتزلة، فأمروه أن يحمل الناس على هذا وأن يلزمهم بأن يقولوا القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، وعذب الناس وقتل بعض العلماء وسجن بعضهم ضرب بعضهم، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة ضربه وسحبه في الأسواق وعذبه وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق، أبى رحمه الله. بعض العلماء تأول تخلص بالتأويل، أما الإمام أحمد فأبى ووقف صامدا يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هاتوا لي دليل، يقول لهم هاتوا لي دليل من الكتاب والسنة على أنه مخلوق وآتي معكم، ما في دليل. فصمد رحمه الله إلى أن توفي المأمون، ثم جاء بعده المعتصم نفس الشيء، عذب الإمام أحمد، ثم مات المعتصم، جاء بعده الواثق ونفس الشيء، والإمام أحمد صامد رحمه الله لا يتزحزح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صبر على الضرب، صبر على السجن، وهو ثابت، حتى فرج الله فجاء المتوكل رحمه الله فأزال المحنة وناصر الإمام أحمد وناصر مذهب أهل السنة، فجاء الفرج من الله عز وجل. لكن هذا نتيجة الصبر والثبات الذي وفق الله له هذا الإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل. ولهذا يسمى إمام أهل السنة، يسمى رحمه الله إمام أهل السنة، كل معترف بهذا أنه إمام أهل السنة لصبره وثباته وعدم تضعضعه عن الحق
حتى فرج الله للمسلمين وزال المعتزلة، هلكوا وهلك مذهبهم معهم وبقي الحق والحمد لله. فهذا كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل غير مخلوق كما تقوله المعتزلة، منزل لأن الله قال تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك، إنا أنزلنا إليك الكتاب، هو منزل هو مخلوق وهو كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أثبت لنفسه الكلام سبحانه وتعالى، وهو كلام يليق بجلاله سبحانه، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة، أن القرآن كلام الله، أنه منزل غير مخلوق وهو كلام الله، سواء تلي بالألسنة أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة. نعم. أحسن الله عليك. وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. أعجز البشر، أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي أعجز البشر أن يأتوا بسورة واحدة مثله. تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعوا. أنزل الله هذا على رسوله وهو بمكة قبل الهجرة، تحداهم وهو بمكة، لأن سورة الإسراء مكية، وهو في ذاك الوقت ليس له سلطة وليس له قوة، ومع هذا تحداهم، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا. قل فاتوا بعشر، أم يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم، هاتوا من يعينكم من الجن والإنس يعينكم على أن تأتوا بعشر سور، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم تحداهم مرة ثالثة أن يأتوا بسورة واحدة، أقصر سورة، أن يأتوا بسورة واحدة ولم يستطيعوا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي من يشهد لكم أن هذا مثل القرآن، هاتوا من يشهد لكم من العرب من غيرهم إن هذا مثل القرآن سواء، ما وجدوا أحد ولا استطاعوا، فإن لم تفعلوا لم تأتوا بسورة ولن تفعلوا، يعني في المستقبل إلى يوم القيامة، التحدي قائم الآن، والكفار حريصون على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من أقصر السور إلى يوم القيامة لن يستطيعوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا خبر عن المستقبل، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، أخبر أنهم
لا يستطيعون في المستقبل إلى أن تقوم الساعة. فبقي القرآن معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أنه رسول الله حقا، وهو أعظم المعجزات. نعم. أحسن الله عليك. وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، أعجز البشر والجن والإنس. نعم. أحسن الله عليك. وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، وحي من الله، وحي القرآن وحي من الله أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، جبريل سمعه من الله وتحمله ثم بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. هذا سند القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة وهو جبريل عند ذي العرش مكين. إنه لقول رسول، يعني جبريل عليه السلام الرسول الملكي، عند إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ما فيه أقوى من جبريل عليه السلام، ولا يستطيع الشياطين ولا أحد أن يقربه وهو يحمل كلام الله عز وجل، عند ذي العرش مكين. وفي الآية الأخرى أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول، في سورة إذا الشمس كورت، إنه لقول رسول كريم، يعني الرسول البشري، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فالرسول وجبريل مبلغان عن الله، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأما جبريل ومحمد فهما مبلغان، أضافه إليهما إضافة التبليغ لا إضافة الابتداء. فالكلام يقال لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. نعم. أحسن الله عليك. وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به. القديم هذه ليست من أسماء الله، القديم ليست من أسماء الله، الذي من أسماء الله الأول، الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا الذي من أسماء الله أنه الأول والآخر، ولم يأتي اسم القديم، إنما يخبر عن الله خبر لا يسمى به لكن يخبر عنه بذلك إخبار فقط. نعم. أحسن الله عليك. وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، لم يزل القرآن معتبرا من صفات الله الفعلية. نعم. أحسن الله عليك. وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. من زبرا يعني من كتب، والزبور هو الكتاب، الزبر جمع زبور وهو الكتاب. فالقرآن هو كلام الله مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في المصاحف التي بأيدينا، محفوظ في صدورنا، متلو بألسنتنا، هو كلام الله بأي وجه كان. نعم. صلى الله عليك. يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا،
وأن موسى كريم. سبحانه في حفظ القرآن الصدور بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم يحفظونه في صدورهم. وليس من كتب الله شيء يحفظ غير القرآن. التوراة ما هي بتحفظ، ما يستطيعون حفظها، إنما الذي يحفظ هو القرآن لأن الله يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر ولله الحمد. يحفظه حتى صغار الأطفال يحفظونه، حتى الأعاجم يحفظونه ويتقنون حفظه تلاوته وهم لا يفهمون العربية. نعم، سهله الله، تسهيل من الله جل وعلا. نعم، أحسن الله عليك. يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا. نعم، موسى عليه السلام كلم الله، كلمه الله تكليما على الطور وهو الجبل، على الطور، طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وسمع موسى كلام الله، سمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا. فالله نعم، لما جاء من مدين ومعه أهله وظل الطريق في الليل والليل بارد، رأى نار، رأى نار وفرح بها وذهب إليه وأجلس أهله، ذهب يريد أن يأتيهم من يدله على الطريق أو أجدوا على النار هدى، ويأتيهم أيضا بشهاب قبس لعلهم يصطلون لأنهم بردانين. فلما وصل قرب من النار ناداه الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ناداه الله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك، قال له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم، أحسن الله عليك. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور، كلمه إلهه. أحسن الله عليك. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. الله أسمع موسى بدون واسطة جبريل، أسمعه مباشرة، يسمع كلام الله بدون واسطة جبريل. نعم، أحسن الله عليك. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمع إذ حضر إلى الطور كما قص الله ذلك. هو ذهب إلى الطور ما فكر بهذا الأمر، هذا يبي يجيب شهاب لهاله ويبي يسأل عن الطريق، هذا اللي هو يبي، لكن الله أراد له غير ذلك. نعم، صلى الله عليه. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا. لما وعده الله جل وعلا، وعده الله أن يأتي إلى الطور ليعطيه ألواح التوراة، مكتوب التوراة مكتوبة في ألواح، يعطيه ألواح التوراة من هذا المكان. قبل وعده الله 40 ليلة، على رأس 40 ليلة يأتي، صام موسى عليه السلام هذه 40،
ثم ذهب إلى الموعد وسمع كلام الله عز وجل وأعطاه التوراة. ثم إن موسى اشتاق إلى ربه، لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا في الدنيا، الدنيا ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى، لا محمد ولا موسى ولا ما أحد يستطيع، يحترق، لو يتجلى الله له لاحترق. لن تراني. ثم أراد الله أن يبين له أنه لا يستطيع رؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل صار تراب من عظمة الله سبحانه وتعالى. عند ذلك عرف موسى أنه لن يستطيع أن يرى الله في هذه الدنيا، ولا أحد يستطيع ذلك. نعم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، سمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلمه الله، سألوا الرسول هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني حجبه عني النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور. نعم، صلى الله عليه. نعم، فالله أسماه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبارا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك، قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور، يعني تجلى للطور. نعم، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. نعم، وعند ذلك خر موسى صاعقا مغشيا عليه، مغشيا عليه، لما رأى الجبل تصدع خر عليه الصلاة والسلام وألقي على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق ذهب عنه الغشي، قال سبحانك، نزه الله سبحانه وتعالى، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم، فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله في أزلي طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. نعم، من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وقضاها قبل وقوعها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فلا يحصل شيء في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من صحة ومرض، من غنى وفقر، وعز وذل، ما يحصل شيء في هذا الكون إلا وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه كافر والعياذ بالله. نعم، صلى الله عليك. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره.
خيره وشره. فالقدر سبق من الله جل وعلا وكتب في اللوح المحفوظ، ولا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد قضاه الله وقدره. نعم، علمه أولا. شوف، علمه أولا، الله علم الأشياء قبل حصولها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم يوجدها سبحانه إذا شاء في مواقيتها، يوجدها سبحانه إذا شاء في مواقيتها التي حددها الله لها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرنا الله بذلك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا علمت أن ما أصابك من المكروه أنه قضاء وقدر، وأنه لا بد منه مهما عملت، ما تخلص منه، مقدر، حينئذ يهون عليك الأمر وتخضع لله عز وجل، تصبر على المصائب وعلى، وتتوب إلى الله من المعايب والذنوب. ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا أنعم الله عليكم بنعمة فاشكروها، ولا تبطروا وتتكبروا وتفسقوا وتسرفوا في نعم الله، تصرفوها في معاصي الله. ولا تفرحوا بما آتاكم، بل الإنسان إذا ابتلي صبر، المسلم إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، هكذا المؤمن. نعم، أما الكافر فإنه إذا ابتلي جزع وسخط، وإذا أنعم عليه أشر وبطر، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله عليك. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله في أزلي طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. وكل صلى الله عليك. فكل شيء قضاه الله في أزلي، في أزل يعني في الماضي، في الماضي البعيد، أزل، الأزل هو الوقت الماضي البعيد الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. نعم، صلى الله عليك. فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. نعم، علمه الله ثم كتبه. نعم، الله علم الأشياء كلها قبل حصولها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم يوجدها إذا شاء في مواقيتها ويخلقها في مواقيتها. نعم، أحسن الله عليك. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. نعم، واضح هذا، لا تكن ممن ينكر القدر، بل تؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. نعم، صلى الله عليك. فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى. نعم، أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله وهي أفعال العباد، الله خلقها والعبد فعلها باختياره وإرادته ومشيئته. نعم، فهو فعل العبد وهو خلق الله سبحانه وتعالى، والعبد وأفعاله مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. نعم، أحسن الله عليك.
فيقدر أهل الخير للخير وعمل الصالح، ويقدر أهل الشر للشر والعمل السيء، كل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، بسبب فعله واختياره ومشيئته. الله إن أحسن أكرمه وإن أساء عذبه، على فعله لا على القضاء والقدر، على فعله هو. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، على فعله هو. أما إذا لو لم يفعل شيء ما ينال شيء، لأنه ما يقال هذا مكتوب عليه يبي يصيبه لو ما فعل شيء، لا، هو يبي يفعل، فإن فعل خيرا وجد خيرا، وإن فعل شرا وجد شرا. نعم، أحسن الله عليك. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا. فالله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ما هو بحول الإنسان ولا بقوة الإنسان، الإيمان والهداية والأعمال الصالحة، إنما هي فضل من الله منحها الله لعبده، فهي فضل الله. ما تقول هذا عملي وهذا وهذا، هذا فضل الله عليك، هو اللي يوفقك لهذا، وهو الذي علمك هذا، وهو الذي حفظه لك ولم يضع منه شيء. وأما من كفر فإن الله يعذبه بعدله، يعني يعذبه على كفره، ما هو يعذبه لأنه قدر عليه، يعذبه على كفره لأنه كفر، هو الذي كفر، هو الذي عصى، هو الذي فسق. فالصالح يقال صلى وصام وحج واعتمر وجاهد، والكافر يقال كفر وفسق وعصى وطغى وبغى، ينسب إليه أفعاله، تنسب إليه خيرا أو شرا. نعم، صلى الله عليك. ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا. فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله، نفعا كان أو ضررا.